شيعت ظهر اليوم الأحد 29 من شهر مارس 2020 جنازة الفنان الراحل جورج سيدهم من كنيسة العذراء مريم بمدينة نصر، وذلك برفقة زوجته الدكتورة ليندا وعدد قليل من الأقارب وأهل الفن، وفي مشهد تجسدت فيه روح الوحدة الوطنية التي يمتاز بها المصريون في الشدائد، التف عدد كبير من أصدقاء وأقارب الفنان الراحل جورج سيدهم في كنيسة العذراء مريم لإلقاء نظرة الوداع على الراحل الذي أمتعنا بأعماله المحفورة في وجداننا. ورغم انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم، إلا أن عدد كبير من أصدقاء الفنان الراحل تحدوا الخوف من الإصابة وقطعوا الحجر الصحي داخل منازلهم لوداع صديقهم المقرب قبل أن يرى جسده الثرى. وكان في مقدمة الحضور الفنانة إلهام شاهين وهاني رمزي ومدحت صالح ونقيب الممثلين أشرف زكي وآخرون، ومنهم من حرص على ارتداء الكمامات والجوانتي مثل الفنانة دلال عبد العزيز وهاني رمزي وغيرهم، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة واتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. وتوفي الفنان الراحل جورج سيدهم أمس الأول الجمعة عن عمر نهز 82 عاماً داخل أحد مستشفيات مصر الجديدة بعد صراع مع المرض، حيث تعرض قبل نحو 20 عاماً لجلطة دماغية. وأستعرض معكم الآن اللقطات الكاملة لجنازة الفنان الراحل.